وده يعني تونس، وقلنا في عوامل سهلت لفرنسا احتلال تونس. ثلاث عوامل: اول حاجه الموقف السلبي للدوله العثمانيه، ثاني حاجه عندي ان تونس هتكمل مشروع بتاع شمال افريقيا، ثالث حاجه عندي ان في اسرتين، الاسره القرمليه في ليبيا وبياض تونس، استقلوا عن الدوله العثمانيه ومش يقدروا يقفوا قدامي كايه؟ كفرنسا. الدوله العثمانيه كان موقفها المره دي ايجابي، طردت الاسره القرمليه ورجعت نفوذها على ليبيا، لكن اول ما حاولت ترجع تونس فرنسا قالت لها لا، تونس ده كيان مستقل، مش من حقك تدخلي في ايه؟ في شؤونها. وبالتالي تونس ما ينفعش تاخدها الدوله العثمانيه. فضلت موجوده عشان فرنسا تحتلها. طيب هل كان سهل فرنسا تاخد تونس؟ قال لك لا، كان دوله طمعانه فيها ثلاثه: انجلترا، فرنسا، ايطاليا. كل واحده فيهم بدات تكسب ليها اعوان في حكومه تونس بحجه تحديث تونس. رحب بتحديث اثنين: الباي محمد، الباي محمد الصادق. باي محمد عمل لي عهد الامان، باي محمد الصادق عمل لي مشروعات حيديه، وفي الاخر اتعرضت تونس لازمه ماليه لغايه ما في الاخر ايه؟ في الاخر فلست. طب امال ازاي فرنسا خدت تونس؟ قال لك ده ظهر في مؤتمر برلين اللي بداناه بكلمه اختل التوازن الدولي. اتهزمت انهي دوله؟ العثمانيه. قدام مين؟ قدام روسيا. اجبرتها روسيا على عقد معاهده سان ستيفانو اللي ادت لظهور دوله بلغاريا، اتحالفت مع روسيا لقضاء على الدوله العثمانيه، كده اصبح التوازن في صالح روسيا. وطبعا رافضه انجلترا ومين؟ وفرنسا. هتقوم حرب اوروبيه، يروح بسمارك الالماني يقول لهم يا جماعه تعالوا عندي في برلين، انا اعمل مؤتمر نحل المشاكل كلها. اثناء المؤتمر انجلترا راحت للدوله العثمانيه قالت لها اديني قبرص وانا دافع عنك، راحت متزهلها. مين زعلت؟ زعلت فرنسا. انجلترا قالت لها خدي تونس. مين خرجت زعلانه؟ ايطاليا، وانضمت لالمانيا والنمسا ضد انجلترا وايه؟ وفرنسا. وكده فرنسا رسمي خدت تونس، استقلت تونس لمصالحها، عملت على مسخ الشخصيه العربيه الاسلاميه لتونس. من هيكافح الشعب متاسف فكره الجامعه الايه؟ الاسلاميه. في كفاح بعد الحرب العالميه الاولى عرض القضية على مؤتمر الصلح، لكن طبعا ايه؟ فشلوا. ما بين الحربين برقيبه، جماعه ليبيين ثقافتين عربيه وفرنسيه، وبدا يحرك الجماهير ضد فرنسا مستغلا هزيمتها في الحرب العالميه الثانيه. الجماهير اتحركت، عملوا مؤتمر في تونس، راحت فرنسا قبض عليهم، الراي العام صار، في الاخر تم عرض القضية على الامم المتحده، استقلت من 56 ما عدا بنزرت، استقلت سنه 63. دخلنا في المغرب، قلنا دي الوحيده شاذه شويه، بدا الاستعمار فيها من بدري قوي، المطامع الاوروبيه فيها. اول دولتين ايبيريا، اسبانيا والبرتغال، عام 1578 قامت معركه وادي المخازن، انتهت بانتصار منصور السعدي، انقاذ كل شمال افريقيا ما عدا سبته ومليله، فضلوا تحت سيطره اسبانيا. ولكن بنقول دقت الحضاره ابواب مين؟ مراكش، عايزين يحدثوا نفسهم. فرنسا قالت لهم انا موجوده في خدمتكم، هعمل معاكم عهد امتيازات، اعمل لكم مشروعات، كل ما كانت تعمل حاجه الكل يعمل زيها عشان مش عايزينها تنفرد بمراكش لوحدها. لكن هي خد بالها من حاجه معينه، نزاع الحدود بالمغرب والجزائر، راحت دخل المغرب عند منطقه اسمها كولومب بشار، وساومت الدول الاوروبيه عشان يسووها تاخد المغرب. اول واحده حريصه ارضيها ايطاليا عشان خارجه زعلانه من تونس، قلت لها خدي ليبيا سيبي لي مراكش. تاني واحده انجلترا، خدي مصر وسيبي لي مراكش. تالت واحده اسبانيا، خدي الريف وسيبي لي مراكش. خرجت مين زعلانه المره دي؟ المانيا. اللي زعلك المانيا، قسموا وسابوني. حاجه تانيه، عطولي لمشروعين: مشروع خط سكه حديد من برلين لبغداد للقازمه في الكويت، ومشروع خط سكه حديد من برلين لايه؟ لبرلين لطابا. عشان كده قررت اقف مع شعب مراكش ضدهم. عملت ايه؟ عملت مؤتمر، مؤتمر الجزيره. ماشي، في المؤتمر دوت هيحضروا انجلترا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، النمسا، المانيا. اثناء المؤتمر وقفت انجلترا جنب فرنسا بصلابه، وقفت النمسا جنب المانيا بس مش بنفس المستوى، وبالتالي خرجت المانيا ضعيفه ومعزوله، خرجت فرنسا قويه، واجتاحت مراكش، شات الحاكم اللي كان تبع المانيا عبد العزيز، وحطت مين؟ عبد الحفيظ. المانيا مش تسكت، هتروح بسرعه تهجم على ميناء اسمه ميناء اغادير، كان في اسطول انجليزي فرنسي هناك، هي طلعت باسطولها، حصل خناقه بين الاسطولين، في الاخر اخر ما زهقت مين؟ فرنسا، قالت لازم اديها حاجه عشان تسيبني اخد المغرب. تديها ايه فرنسا؟ اديها الكونغو، واعلنت الحمايه على مراكش 1912. ايه نتيجه الحمايه؟ حاجتين: اتثبت وجود اسبانيا في الريف والصحراء الاسبانيه كمان، وحاجه ثانيه تم وضع طنجة تحت إدارة دولية، وده معناه إن ما حدش هيستغلها لوحده، أي حد ممكن يستغلها،
او مجموعه تستغلها عادي، كل اللي عايز يستغلها يستغلها. ليه؟ انجلترا ده كان شرطها الوحيد ان فرنسا ما تاخدش طنجه، عشان فرنسا انجلترا ليها مستعمرات في جبل طارق، والمفتاح لهذه المستعمرات والمفتاح للبحر المتوسط كانت مين؟ طنجه. يبقى طنجه تعتبر مدخل جبل طارق، اللي يعتبر مفتاح غربي للبحر الايه؟ المتوسط. كده خلصنا الدولتين، هنكمل المره الجايه ان شاء الله كفاح شعب المغرب وناخد ليبيا. اشوفكم على خير والى اللقاء.